جواك شيء عايز تقوله يا زيد؟ ليه طلب عند سيدنا زيد بن سيحون يطلب من غير إذن. عايز أتزوج. أتزوج؟ إيه؟ وكأني بطلب حاجة عجيبة. لا هو مش طلب عجيب، لكن ما كنتش أتوقع منك هذا الطلب. مين العروسة؟ مفيش ستات في قلعة ألموت تصلح للزواج. مفيش غير رحول العين، ودول مش للزواج يا زيد. ألينار مدربة الحريات. ألينار عايز تهدم نظام اتعمل بعناية في قلعة ألموت؟ بس هي مش من الحريات، مسؤول عنهم. وأنا عايزة. أعتقد إنك عارف إن طلبك مرفوض. ليه؟ المفروض إنك عارف الإجابة. الغريب إنك بتسأل. زواجي منها مش هيغير حاجة من أنا. أنا اللي أقول إذا كان هيغير ولا لا. أنت طلبت طلب وأنا رفضته. أعيش راهب يعني في قلعة ألموت؟ تعيش بقيمتك. تعيش وأنت عارف ومدرك مسؤولية إنك تابع حسن الصباح الأول. ولو موضوع الزواج ده مهم قوي بالنسبة لك، استنى لما نشن حرب ويكون في سبايا، وساعتها أنا بنفسي اللي هختار لك العروسة. زيد، رغباتك كترت وكلها رغبات لا تليق بداعي يا مؤمن، فخد بالك مني واحذرني. مكانك. الخروج بإذن. بعد إذن سيدنا. حاول تكتر من جلسات التأمل والقراية والصمت، وحاول تقلل الأكل عشان روحك تصفى وتشبع وتسمع. تقدر تمشي.